قاموا يغشونا زعفران بعد. زعفران كل شيء بالدنيا مغشوش. نبدأ ساعتنا الثانية والأجهزة الإلكترونية القديمة رغم انتهاء صلاحيتها إلا أن أثر استخدامها باق في حياتنا وذاكرتنا، فالبعض يهوى الحفاظ عليها وجمعها واستخدامها من حين لآخر. ومع فيصل السيف نتعرف على هذه الأجهزة الثورية ونسترجع الماضي التقني الجميل. للمزيد ينضم إلينا من الرياض فيصل السيف، مؤثرة ومهتمة بالتقنية. وين راح ترجعنا اليوم؟ ما يحتاج يا عيسى تذكرنا بهم بين الحين والحين، تفضل. بس يا ريت ما رجعش. صباحكم بالورد. هلا هلا، يسعد صباحك فيصل. صباحكم وارد وكل عام وانتم بخير أستاذ المشاهدين ومن الذاكرة وترجع. كيف أموركم؟ هلا هلا فيصل، وين راح ترجعنا؟ لأي سنة تحديدا؟ لا ترجعنا الثلاثينات لأن ما لحقنا عليها. قلت لك أنا مروة لحقت، أنا ما لحقت توني صغير. أرجعكم فعليا للستينات، أتكلم عن عام 63. وعام 63 طلع ابتكار يساعد في مجال الصوتيات، فأمورنا طيبة جدا، يعني ما حنرجع قبلها. قبلها إن شاء الله حلقات الأسبوع. والشيء اللي بوريكم يا الحين، أو خلني أول أبدأ أي واحد من الجوالات اللي موجودة بيننا موجودة عندكم أكيد فيها كمية من المحتوى الصوتي، الأغاني، التراكات، ونتكلم على أكثر من 100-200 تصل إلى نصف مليون تراك يقدر يكون موجود على أجهزة الجوال عندكم. صحيح. ولكن الشنطة هذه اللي أنتم شايفينها هندي، يا دوب موجود فيها، تكلم على 120 أغنية فقط في هذه الصندوق كامل. إيش الشنطة السنوات اللي أنتم شايفينها هذه؟ ليش 120؟ شنو ريل؟ بس هذه الشنطة كلها وزنها مو ريل. ها كلام على تراك الكاتريج. الله. طب اطلعها عشان نشوف شكلها. ممتاز. بتكلم على الكاتريجز اللي موجودة، كانت تجي بالشكل هذا. أنا ما أعرفه. فيصل قبل لا نبلش، إنه أنا خلني أقول لك، من يعني أنا ما زلت أتذكر إنه الوالد الله يرحمه كان لما كنا نصعد كان يحط بالسيارة المسجل، ما كان ليه الحين الكاسيت موجود، كان الكاتريج هو مكان الكاسيت في السيارة. كلامك صحيح، وفعليا الكاسيت سبق الكاتريج سبق الكاسيت، والمصطلح الفعلي هذا هو الكاسيت، والصغير اللي بعده اللي احنا نسميه كاسيت اسمه كومباكت كاسيت. فهو الأصغر، هو النسخة اللي جت في نهاية السبعينات واللي استبدلت هذه. من يوم ما طلع في الستينات هذا الكاتريج كان يقدر كل واحد منهم يشيل أربع تراكات. أربع يعني زي الهارد، في ساعة تخزين نحط عليه الأغاني. يعني فكرته إيه بالضبط؟ 100% الحين ممتاز هذا التطور اللي صار. ولكن اللي نرجع لأول، كان عدد دقائق محدودة، فكان لما نجيب، خلنا نجيب لكم واحد جديد. هذا كاتريج فعليا جديد، يعني لسه بغلافه، يمديكم تفكوه علشان تسجلوا عليه. فمكتوب، لو تلاحظوا معاي والسادة المشاهدين، مكتوب المدة اللي سجلها. لو سجلتوه ستيريو هذا الكاتريج كامل حيعطيكم 46 دقيقة فقط. وإذا سجلتوا كواد اللي هي تكون على أربع قنوات صوتية، ما حيسجل لكم إلا ثلث ساعة. كل هذا كله ثلث ساعة فقط من المحتوى، ونتكلم على أربع تراكات. واسم المصطلحي الإنجليزي 8 تراك، فأيت تراك دائما تشوفوا 8T. ليش 8 تراك؟ لأنه لما تحطوا على جهاز، وبشغل لكم واحد، لما نحطوا على جهاز في عندكم أربع أغاني، ولكن كل أغنية لها تراكين، سماعات اليمين والسماعات اليسار. فبالتالي أربعة في اثنين صاروا 8 تراك. موضوع كان معقد زمان. حلو. زين. يعني أنا أذكر أغنية يمكن غريب لعبد الكريم عبد القادر، كانت كاترج واحد، ما أدري عاد 8 تراك، كانت ربع ساعة أو ثلث ساعة، ماني ذاكر. أبو بكر سالم غيره من بعض. اليوم أنا عندي لك كم محمد عبدو سمعنا. والله شلون يشتغل بالله؟ ذكرتك قوية عادة. طيب ممتاز. لا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فكر التفاصيل في الستينات. إيش رأيك تختار أي واحد؟ تبغى عيونك حقت محمد عبده، ولا لا تناظرني بعين، ولا وش ودك؟ إيه لا تناظرني بعين. يلا. ممتاز. عشان أشغلها يبغانا مسجل يشغل. فهذا المسجل اللي أمامكم الحين هذا يشغل الأيت تراك. هذا على حجمه، هذا يشغل الأيت تراك. فالحين الكاسيت عندنا هذا لسه جديد،
طبعا لا ننسى كان يصنع في بعض الدول الأوروبية، فهذا مصنع في ألمانيا. حلو. ما انفتح لسه، هذا وجد في أحد المستودعات عندنا في جدة، فلقيت كمية الحمد لله. إن شاء الله مو مخترب. شوف الكاتريج. يلا. إن شاء الله. في عليه شوية غبار عليه وسخ، ولكن. انفخ انفخ وأنا أخوك. انفخ عليه. وين راحت الرؤية؟ هذه الطريقة اللي نسويها لما كان يطلع أي. الصوت مو واضح. ننفخ المنطقة هذه عشان تروح الغبار. معك حق ما شاء الله عادل أمورك طيب. لا لا زين زين الحين ما شيء ما شاء الله عليك عمرك اللي الله يسامحك روح كمل. هذا هو جهاز، خلنا الكاترج من المنطقة هذه يصير ركبه. يوم تركب الكاترج فعليا حتقدر الصوت حيشتغل عندك. طيب كيف اقدر اغير المحتوى؟ اي تقلب على التراك اللي وراه والاغنيه اللي وراها بالضبط. فانت تتكلم على الجهاز هذا اللي كمان وجد، خلنا ارخي الصوت لهذا. الجهاز هذا يوم طلع ايضا في السبعينات والثمانينات كان فيه ميزه انه يمديكم تشبكوه على الكهرباء او يمديكم تركبوا عليه بطاريات. ممكن يتحرك. نعم، فهذا متحرك. وانتم تخيلوا يا جماعه معي والساده المشاهدين، الجهاز هذا تقعد تشيله بوزنه اللي يصل الى كيلو وشوي عشان فقط يكون معك اربع اغاني. اربع كم سعره معك. كم سعره هذا فيه. كان الايبود مال قبل. كمل ايه. الأسواق سعره اللي يوازي الحين حوالي $1,000 أول ما نزل زمان في الأسواق، فكان شيء مرة قوي أنك تجيبه. وأيضا كان فيه ميزة أساسية اللي ذكرت لكم إياها، البطارية يمديكم تغيروا بين التراكات بمجرد ما تضغطوا هذا. والله قاعد أتخيل شكلنا يا فيصل وجاكسون وشعر لهني وشايلين. لا لا لا. الحمد لله على نعمة التطور. خلنا أوريكم بعض. هنا تلاحظوا أن الشنطة دي اللي كان عنده هالشنطة كان عنده على أساس أنه مكتبة كاملة من المحتوى. فنتكلم على هنا ديسك، تلاقوا الصوت موجود والتراكات مكتوبة عليه. عندكم أربع تراكات هنا محفوظة. وأيضا تلاقوا أن الوضع مستمر بكل الظروف. هذا إيروسميث، أتذكروا إيروسميث. عاد إيروسميث أول ما طلعت الفرقة نتكلم على، خلنا نشوف أي عام هذا، نتكلم عام 1977. أيه. موجود أربعة موجودة. هذا يجي الغلاف بالطريقة. هذا اللي يسمع عاد كاشخ بشارلستون. جينز شارلستون. تسعاوي بنوبيل تسعاوي ومركب لك الكاترج على. أنا فضولي قتلني أعرف بيجيب الحاجات دي منين يا فيصل، والله العظيم يا بس. استغفر الله. حاجات ما شفناش. الجاي أجمل بإذن. أنا مشكلتي صار في مسألة المساحة على كبر المقر اللي عندي حق تكفز إلا المساحة بالفعل. يعني يا جماعة هذول كلهم فقط على 10 أغاني واللي هي موجودة فعليا رقميا، يعني هذول كلهم 1 2 3 4 5 6 نعمة التطور. إيه 24 أغنية موجودة في هذول. تطور اختلف. فيصل احنا وقتنا انتهى، لكن هل مر الكاترج بتطور مثل ما مر في الأسطوانة؟ كانت مثل ما يسمونها المصريين كباية، بعدين صارت سلك، بعدين صارت الأسطوانة الحجرية والبلاستيك إلى آخره، كانت توضع من الجار. صح، التطور اللي مر عليها أنه نفس المدة زادت على الكاترج، ولكن حجما تغير وصار شيء اسمه كومباكت كاسيت، واللي عرفناه وهو الكاسيت الصغير العادي اللي صار على فكرة ترى هذا الكاسيت الصغير كان يوضع بجهاز حتى تقدر تشغله على المسجلة مالت الكاترج، في شيء كذي تحط الكاسيت علشان يقدر يدش ما شاء المسجل. كان لونه أسود. شكرا جزيلا لك فيصل السيف، مؤثر ومهتم في التقنية، كنت معنا من الرياض. تشوفك الأسبوع الجاي. يمديك يمديك يمديك.